فقد عامي ذاك المسرح، فقد هرم مغربنا، فقد فقدته، ما بقاش من الخبرش فنانة وتتعطف على الفنانين وتتبغي خير كل فنان. الله يرحمها ويسعدها، الله يرحمها، راه تعثرت ما بقيت تقدر ندير بزاف. الله يرحمها، دارت معنا خير كثير وبلغت الرسالة، وبالأخص من ولات وزيرة بلغت الرسالة وعطفت على الفنانين وساعدتهم، أنا منهم، وساعدت ناس مجموعين وتتبغي الخير للجميع. الله يجزى على الرحمات، هذا ما نقول اخويا. الله يرحمها، الله يجدد على الرحمه، راه فنانه كبيره، هذه ماشي شي حاجه غادي نهضر عليها، راه فنانه كبيره بلا ما نهضر عليها، راه هي تستحق. مسكينه الله يعطي صدامه في الجنه، هذا هو اللي نطلبوا عند انا نعزي الجمهور المغربي والمواطن المغربي والعربي والمغاربي بصفه عامه، فرحين أيقونة المسرح المغربي والتلفزيون والسينما المغربية توريا جورات. يعني أنا عندي معها تاريخ، يعني منذ الستينات، يعني أنا عمر، يعني شاركنا في عدة أعمال مسرحية فنية سينمائية تلفزيونية. الله يرحمها، امرأة كانت تعمل الخير، فوقات شي وزيرة، يعني لما كتقول أن فنان كيصبح في مرتبة وزير هذه ما سهلهاش، يعني امرأة خذتها عن جدارة واستحقاق، عن تاريخها، عن نضالها، عن ممارستها للمسرح الفعال، المسرح الحي، المسرح اليوم، الفرقة ديالها كانت الفرقة اليوم اللي سبق ليها، اشتغلت مع الطيب الصديقي، اشتغلت مع السي محمد الخلفي، اشتغلت مع السي عبد العظيم الشداوي الله يرحمه حتى هو، وحقه هو اللي عطاه الاسم ديال توريا. الله يرحم الجميع. كنت عند الكسكسو واحد الجمعة أنا والسي عمر، مشينا كلينا عند الكسكسو في الدار عندها، كانت عملت واحد الكسيدة ومشيت شفتها، وكان شوية لاباس، يعني لاباس على المرض ولا، كانت رائعة. ولما دخلت المستشفى تقريبا هذه واحد 11 يوم باش دخلت المستشفى الشيخ خليفة. وكنشكروا صاحب الجلالة اللي كان هو اللي وقف وراء توريا جبران، هو اللي كان كيأدي من ماله الخاص هذا التطبيق ديالها، والله يسر المالك سيدنا، تبارك الله عليك. شكرا لك، شكرا. سير انت، سير توريا جبران اختنا وصديقتنا، توريا جبران الانسان، توريا جبران عملاق فوق الخشبه، واحد الانسانه طيبه، العطاءات ديالها كلها اللي كتفجر ديك الطاقه وداك الهم عندها اللي هو مسرحي وهو انساني فوق الخشبه. وحنا كنا محظوظين ان اشتغلنا جميع واحد المده، وكانت معنا، يعني كانت كتزور واحد المجموعه من الاخوان ديالنا اللي هما كان يلاه تي دريدي تقد اللي كانوا يلاه بادين تيبدا في اللي كتوقف مع واحد متمكن ومتمرس وكيعطيك قيمتك او كيجرك او كيدفع لك الاشاعه ديالو. هذا شفناه في العمليه في المسرحيه ديال حلو في كرموز، حلو في كرموز درنا بها واحد الجوله عبر يعني المملكه، وكان لعبوا تصور باش تاخذ هذه السيده، كان ثلاثه ديال العروض في النهار، ثلاثه العروض يعني كلهم يعني من ثلاثه. الله يرحمها، كانت انسانه طيبه خلوقه، يعني وكان عندها واحد الهم يعني مغربي مغاربي عربي، كان العطاء ديالها عطاء متميز. وحتى ملي طلعت الاستاذه كوزيره ديال الثقافه، فكيف عرفناها انسانه كتبقى عاديه وكتمد عندها اليد الممدوده دائما للخير،
وعنده ذاك القلب الكبير كيبقى قلب كبير. اليوم حنا كنفتقدوا واحد الفنانه كبيره مقتضفه، وكنفتقدوا واحد الانسانه اللي هي اختنا وحبيبتنا الله يرحمها في هذا النهار. عزيها وكنت معهم انا بصراحة عيطت لي انا حبس عني 74 معهم خدمت معهم بصراحة معهم الزاد هي انا خدمت بصراحة معهم الناس خرين وهذي خدمت معهم وخدمت معهم الزاد زاد بغيني ودمت معهم واحد الوقت حبس عني 74 خدمت معهم خدمت معهم بصراحة بكل لا خدمت معهم ورا 74 خدمت معهم الزاد ولا أربعة وسبعين معهم خمسة سنين معهم شو